قالت وزارة النفط العراقية أنها بدأت تحميل ناقة بمليوني برميل من النفط الخام لتصديرها إلى مصر، وهي أول شحنة بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن الاتفاق المبرم بين مصر والعراق، والذي يقتضي تزويد الجانب المصري بكمية من النفط الخام تصل إلى 12 مليون برميل، بواقع مليوني برميل شهريا.